إذا تحية فلسفية متواصلة دائما. في هذا الفيديو سنحاول الاشتغال على قضية مركزية ألا وهي الحجاج في الفلسفة، وبالتالي نطرح جوج ديال الأسئلة: كيف أستخرج الحجاج؟ وما الحجة أصلا؟ هنا اللي غنوقف نصبق ما الحجة أولا، كي نفرق بين الحجاج والروابط المنطقية والأساليب اللغوية اللي كيتحدثوا عليها كثير من المتابعين ديالي في القناة، وكيتسألوا السدارة كيفاش نشتغلوا، وحنا اشتغلنا بأن الأساليب المنطقية والروابط هي الحجج وكذا. إذا اليوم سنحاول معالجة الموضوع بطريقة كذلك حجاجية منطقية برهانية. حينما نتحدث عن الحجج في الفلسفة نتحدث عن لارغيمونطاسيون. لارغيمونطاسيون بمعنى المحاججة، المحاججة بمعنى الإقناع العقلي المنطقي البرهاني. إذا كيف أقنعك عقليا منطقيا برهانيا عن طريق اللغة الطبيعية؟ ما معنى البرهان باللغة الطبيعية؟ لأن البرهان هو أصله الرياضيات. نحن في الرياضيات نشتغل بالبرهان سواء في الهندسة أو في الجبر، إما نبرهن على متراجحة أو على معادلة، أو نبرهن على علاقة فضائية أو متوازين أو غير متوازي وكذلك. وبالتالي حنا اليوم بغينا نعرفوا واش غادي نشتغلوا بالبرهان في الفلسفة كذلك؟ نعم، ولكن هنا كتسمى البرهنة الحجاجية، بمعنى في الفلسفة نبرهن حجاجيا، لا نبرهن برموز اكس اكبر من او تساوي صفر او متراجعات او كذا، ولكن نبرهن بلغة بالتعبير. هذا التعبير لا يعني انه تعبير قائم على مجموعة من الاساليب اللغوية، اكيد فيه روابط منطقية وفيه اساليب لغوية، ولكن ماشي هذيك الاساليب اللغوية هي اللي غتخلي الفيلسوف يقنعني. الفيلسوف اصلا عنده واحد التصور منطقي للاطروحه ديالو، كيبني به الاطروحه ديالو باش يوصل لك المعلومه، ما غيعتمدش على الاستعاره مثلا، ما غيعتمدش على التشبيه، وغيقول لك ان الانسان هويته مثلا في جسده بدليل انه وجهه كالقمر. وزعما الا جيت عندك وقلت لك ان وجهك كالقمر وشبتك بالقمر، داك التشبيه المجازي راه صافي، او قوي كالاسد او قوي قوه الاسد، وهذا نوع من التشبيه ونوع من الاستعاره المكنيه. واش هذا كيعني على اننا كنتحدثوا على برهان في الفلسفه؟ البرهان في الفلسفه بمعنى سبحت لي على الحجه المنطقيه، ماشي اسلوب المثال، اسلوب النفي، اسلوب التشبيه، اسلوب هادو اساليب لغويه، ماشي برهان وماشي حجة. الحجة ما كتكونش في الأسلوب اللغوي، الحجة كتكون في البناء المنطقي للفكرة، بمعنى هل تلك الفكرة قاست عقلك، قاست منطقك، وهل أقنعتك، ما هي الآليات المعتمدة، فاهمين؟ بمعنى أسلوب الشرح والتفسير، واش كاين واحد شرح وتفسير، واش بناء منطقي. وبالتالي من هنا من هذا المنبر كنقول لكم استعيضوا، بمعنى عوضوا هذوك الأساليب والروابط المنطقية بالحجج، والحجج هي الأفكار باختصار. الحجة في الفلسفة هي الفكرة، بمعنى النص قائم على مجموعة من الأفكار، بدليل أن يمكن تقسيمه إلى مجموعة من الفقرات. مثلا هنا في النص غنقوم بتقسيم النص إلى فقرات، كل فقرة نعطيها فكرة، هذه الفكرة هي الحجة، باش ما يوقعش لينا خط وما نديروش واحد الطفره، نمشيو شويه بشويه. ممكن ليكم الناس اللي حافظين الروابط والاساليب المنطقيه يديروا هذه الطريقه وحتى هي سليمه، ما نقولش صحيحه ولكن سليمه. مثلا تقول في بين في الفقره الاولى عن طريق حجه المثال ان كذا وكذا، وبين في الفقرة الثانية عن طريق حجة المقارنة أنه كذا وكذا، هذيك راه حجة ماشي أسلوب. والهدف من الحجة مثلا ملي كتقول حجة المقارنة ما كتقولش أسلوب المقارنة، وأتحدى من يقول هناك أسلوب، لا، حجة، حجة المقارنة بدليل أنك ما غتقولش حجة المقارنة ودوز، غتقول حجة المقارنة حيث قارن، أولت فكرة هذه حيث قارن، دير الفكرة بمعنى ماذا قارن؟ قارن بين الإنسان والحيوان، قارن بين العقل والتجربة، قارن بين الجسد والهوية، قارن بين الدولة المشروعة ولا مشروعة، قارن بالإنسان في حالة الطبيعة والإنسان في حالة المدنية، هذه حجة، حجة المقارنة، أو حجة الاستشهاد، هذه حجة، استشهد مثلا برأي عالم أو فيلسوف آخر، وبالتالي يمكن نقول حجة الاستشهاد. ونعطي الاستشهاد، وماشي غير نعطي الاستشهاد، نعطي الاستشهاد ونبين هذاك الاستشهاد علاش وظفوا، اش بغى ياخذ منه، اش بغى يدعم، شنو هي الفكره. دائما الفكره، الفكره
ثم مثلا يمكن لي نتحدث على حجه المقارنه، تحدثنا على حجه الاستشهاد، يمكن لي نتحدث على حجه المثال من الواقع. اذا اعطانا مثال من الواقع وبالتالي كنشوفوا على ان هادشي اللي قال راه فعلا كاين في الواقع، اذا حجه المثال من الواقع. اذا اللي بغيت نوصلكم هو ما تقولوش اسلوب حجاجي يقوم على التفسير والنفي والدوز، انا راه ما قلتي والو. غتقسم النص الى فقرات، غتشوف كل فقره علاش كتحدث واشنا هي الحجه اللي فيها، الا دار المقارنه اش قارن ولاش بغى يوصل، وغتقول لي ها اللي قارن وها اش بغى يوصل. الا دار مثلا حجه التعريف، عرف لينا الشخص ها التعريف اللي عطاه وها كيفاش بناه، واش التعريف قائم على العقل، التعريف قائم على الفكر، قائم على الجسد، قائم. اذا الحجه الله يرضي عليكم هي الفكره، وبالتالي الطريقه التي عرض بها فكرته، الطريقه التي عرض بها فكرته والفكره. بمعنى كتقول بين في الفقره الاولى ان الشخص هو، وذلك عن طريق حجه التعريف حيث ان الشخص، وتشرح ليش شنو الشخص. بين في الفقره الثانيه مثلا ان هناك فرق بين الجسد والهويه، او نعم الجسد والهويه، لان الجسد متغير والهويه تبقى ثابته. وهنا عندنا مثلا حجه المقارنه حيث نستنتج انهما متقابلان، وبالتالي هنا العلاقه بينهما علاقه تناقض، فالهويه لا توجد في الجسد. انت كتفسر، كتعطي الحجه وكتفسر، كتعطي الحجه وتفسر. غيبقى لينا الفرق. دابا شفنا النص، كيفاش نخرج الحجه من القوله؟ قولي استاذه كاينش حجه مفترضه، واش كاينش حجه مفترضه وكاين اطروحه مفترضه؟ علاش كنقولوا مفترضه؟ لان هذيك القوله كوبي كولي، كوبي مقطع من واحد النص، وبالتالي يمكن ان هذاك النص كامل الحجه ديالو هو النفي الرئيسيه، كينفي او كيفند، ماشي حجه نفي بمعنى ليس، لا، كيفند واحد الراي، كيرفض الراي القائل بان اساس هويه الشخص ثابت ومعطى جاهز، بل هو مبني بحال جون لاشولي مثلا، كيفند وكيرفض. الا كان كيفند وكيرفض، اش فند واش رفض؟ تبين لي اش فند واش رفض. هذيك القوله كتكون مثلا مقطعه من داك النص، وخدينا حنا واحد الجمله اللي ما كيبانش فيها التفنيد، ما كيبانش فيها النفي، كيبان فيها ان اساس هوية الشخص يقوم على شيئين، اساس دوام نفس الطبع وترابط الذكريات. تقول التوكيل اكد، اكيد اكد، ولكن النص ككل راه ما قائمش على التاكيد، راه قائم على النفي وعلى الدحض، دحض اطروحه اخرى. وبالتالي حنا واخا كنقولوا التاكيد، هذاك التاكيد كيبقى مفترض، يعني كنفترضوا على ان النص واقيلا كله غادي في التاكيد، حيت ما نقدروش نجزموا النص اللي خديناها منه كيفاش ديري الحجج الاخرين اللي باقين فيه، وشنو هو السياق العام اللي غادي فيه. هذيك الحجه المفترضه مثلا كتبين لي واش هذيك الحج، واش هذيك القوله جات هي، واش كتنفي، كتقول مثلا لا توجد هويه الشخص الا في الفكر. اذا هنا هذه الحجه المفترضه الموجوده هنا هي نفي الهويه الشخص عن كل الاشياء وتثبيتها في الفكر وحده، بمعنى هي كتولي بحال عباره عن شرح لهذيك القوله، وصفها وبيان كيف جات هذيك القوله، هذه الحجه المفترضه. وبالتالي هنا ما غاديش نهضر على تقسيم الى فقرات، عندنا حجه وحده كاينه في القوله، بمعنى هذيك القوله اش بغات توصل، واش بغات تاكد، واش بغات ترفض، واش بغات تفند، اش كتبين لنا هذيك القوله. ودائما كتجي الحجه المفترضه في ارتباطي بالاطروحه، لان اصلا الاطروحه راه هي اللي كتعبر على هذيك الحجه، تقدر تشرحها في الاطروحه، ما شرحتهاش في الاطروحه توظفها من بعد الاطروحه، وتقول بعد مثلا استخراجنا الاطروحات او وقوف على اطروحه القول يتبين لنا انه ينحو بنا الى تاكيد كذا، او الى رفض كذا، او الى تفنيد كذا، وهذا وتبين ديك كذا. الا ما بينتيش كذا راه بقيتي واقف عند اسلوب منطقي ورابط بدون معنى، خاصك تبين اشنا هي هاد كذا وكذا عاد تعتبر حجه. مثلا في السؤال ما فيش حجه، لانه هو سؤال ما فيه حتى حجه، ولكن الجواب اللي غادي تجي مثلا هل يمكننا معرفه الغير كما نعرف الشيء، وانت قلتي نعم وبديتي تشرح مثلا مستندا على موقف جون بول سارتر، تقدر تعطي حجه ديال جون بول سارتر واخا ما تذكروش، لان ماشي ضروري تقول يا راه جون بول، لا انت اللي كتحلل، خرجتي المفاهيم المركزيه اللي شفنا قبل، خرجتي دابا الحجاج اطروحه من بعد الحجاج، ملي خرجتي الحجاج كتبين الحجه ديال فيلسوف او لا من مثال من الواقع. في السؤال تقدر تستخدم الامثله من الواقع في بلاصه الحجج، اذا الحجه بمعنى الدامغه باش غادي تاكد لينا ان كلامك صحيح، عطينا امثله من الواقع باش نعرفوا واش داكشي نبدا نقولوا بصح هادشي اللي قال كاين كنشوفوه وكنعيشوه، فاهمين؟ اذا هكذا يمكننا ان نقول اننا انهينا مع مساله الحجاج. اذا الحجاج ليست روابط منطقيه وليس اساليب لغويه، بل هو افكار مبنيه بشكل برهاني، مبنيه بشكل منطقي، تعبر عن تفاصيل الموضوع سواء بالنسبه للنص او السؤال او القول. وبالتوفيق للجميع.